حي على الفلاح أرحنا بها يا بلال، الاسم اسم ثبات والنداء نداء شموخ. بلال العبد الحر الشامخ الثابت. يفوز بشرف النداء للصلاة وتاج الدعوة للفلاح. بلال سيد المؤذنين، سيد من شرفهم الله تعالى بطول أعناقهم يوم القيامة، تشوفا إلى رحمة الله وفضله. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هذا بلال الصوت الأول الذي نادى للصلاة، نادى للقاء بالله رب العالمين. في حياته عبرة لكل مؤذن ودرس بليغ لكل من يريد أن يكون ذا شأن في الآخرة. عطر صوتك بالآذان كلما سنحت الفرصة، وسمع أبناءك مرة بعد مرة صوت نداء المفلحين، واستمع لمنادي الفلاح بأذنك وأنصت له بقلبك وهو يردد الآذان: الله أكبر الله أكبر. لحظة خشوع في بيوت السكينة ومنازل المودة والرحمة، حين تجتمع الأسرة على ترداد الآذان مع المؤذن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله للوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ومن صياغ هذا الدعاء: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. وعن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله للوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. ها قد انتهى الإنصات السمعي والإصغاء القلبي لعبارات الآذان. ترتفع في السماء وتعلو، وتشرئب معها الأعناق إلى ما عند الله تعالى، ثم ترفع أكف الضراعة، ثم تنحني الهامة لعظمة الله تعالى، وتدرك تمام الإدراك أن ما بين الأذان والإقامة لحظات استجابة الدعاء. ففي حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فادعوا. اللهم استجب دعواتنا وحقق رجاءنا وبلغ مقصودنا، آمين. هنا تسري الإرادة الإيمانية في القدمين المتوضئتين، لتنهض حاملة الجسد المؤمن إلى بيت الله، حيث يكرم الكريم ضيفه ويرحب به أيما ترحيب.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ها هي الخطوات تقرب من بيت الكريم المنان وتذكر بسيد ولد عدنان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فتخطو القدم اليمنى متقدمة لباب المسجد، واللسان يقول والقلب حاضر: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بهذا الدعاء تجد نفسك أيها المؤمن أيتها المؤمنة في بيت الله الكريم، فبعد ركعتي تحية المسجد تتداعى الأعضاء للقيام لرب العالمين حين تعلن تكبيرة الإحرام وترفع الحجب بين العبد وربه. الله أكبر، فاتحة الكتاب.